بعيدا عن الإعلام الإسرائيلي والبداية ستكون من مصر، حيث أعرب مجلس النواب عن أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوريو ريجيني. وأكد مجلس النواب التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة. لفت مجلس النواب المصري أن التصريحات الصادرة مؤخرا عن السيد روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي والتي أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل جوريو ريجيني، وإذ يؤكد مجلس النواب المصري على العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا في جميع المستويات، فإنه يعبر من استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات وأسفه لهذا الموقف غير المبرر. ومن جانب مجلس النواب الإيطالي، خاصة أنها تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية السيد ريجيني، وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية، وأن التحقيقات تسير بشكل بناء، كما أكد العزم على الاستمرار في التعاون المتبادل حتى الوصول إلى نتيجة نهائية وقرار مناسب وفقا لما تسفر عنه الجهود القضائية في المستقبل القريب. ومجلس النواب المصري إذ يعبر عن تمسكه بمبدأ سيادة القانون وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية وعدم تسييس المسائل القانونية، فله يرى أنه ما صدر عن السيد رئيس مجلس النواب الإيطالي يعتبر تصرفا أحاديا يمثل استباقا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.